اول عالم 70 جزء، عن ان احنا لما هنيجي نقول قول لي 70 جزء يتعوضوا في قد ايه؟ في لا التدريج. ده دي حبه حلوين. حبه حلوين صحيح. هتفرق في حاجات كتير قوي، في حاجات هتبقى تكنيكيه، في حاجات فرق ستارتات، في فرق في القوه نفسها، في اه فرق طبعا. في حاجات كتير قوي يعني، غير طبعا مشو يعني انك بيتفرج تبقى على كرة جاهز. القدم؟ هو بتفرج على كره القدم أهلي ولا أوروبا؟ اهلي زمان على طول، طول عمري يعني، حتى كنت بمشي من المدرسه وانا صغير، انا ايام اهلي في اليابان بقى 2006 ياه. والدنيا دي كلها، ما كنتش بحضر المدرسه، كنت بمشي من المدرسه. عشان تتفرج على ماتشات وكان الأهلي. والله كانت والدتي كنت بقول لها انا لازم امشي من لازم اروح اتفرج على الماتش، وكانت دي تاخدني، كان الماتش الساعه 10 الصبح، نعمل ايه فكنت طيب؟ بحضر اول كلاس وامشي. قول لي، بتابع محمد صلاح؟ متابع محمد صلاح؟ رأيك ايه؟ لا طبعا حاجة أسطورية يعني، أسطورية. نفسي نعمل حاجة زيه في السباحة. يا رب بإذن الله يا رب. أتمنى ده.